الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب القراءات، باب ومن سورة الليل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري بن سقاط الأثبات شيخ أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. محمد بن خازم الضرير صبري بس كده خلاص، هو من أدرك الناس وصح الناس كتابا في الأعمش، وهو يرى الرجاء، نسأل الله يعني أن يغمر في بحر حسناته. قال عن الأعمش سليمان بن مهران كما قال الإمام الذهبي: إذا قال الأعمش حدثنا أخبرنا فعبط على بن واجز، هو من أساطير المحدثين. قال عن إبراهيم، إبراهيم هنا إبراهيم النخعي، نصب من درر الكلام أنهما مشيا معا، وقال له وهو يمشي: قال نفترق. قال: ولم نفترق؟ قال: يعني أعور وأعمش، فالناس كتوف مثل هذا. فقال له: نمشي فيغتابون وإيش ويأسمون. فقال له: بل نفترق ويأسمون. هذا الفارق بين المحدث الفقيه وبين الحافظ الناقل فقط. تمر على عنات الأعمش، الأعمش تمر على عنات إبراهيم، وقد لا تمر لأنه ليس شيخ ملازم، لا تمر إلا على مثل أبي صالح وغيره، لأنه ليس ملازما له. بعض، لكن الصحيح أنه لا تمر، لأنه ليس شيخ ملازما، لم يلازمه ملازمة أبي صالح في الحديث. قال عن علقمة، علقمة الأسود وهو من الثقات، أيضا من ثقات الكوفة. قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: أفيكم أحد يقرأ علي قراءة عبد الله رضي الله عنه؟ قال يعني هو لأنه حقا عندما ذهب إليهم، يعني عندما أتوا علم أنهم ما أخذوا القرآن إلا من عبد الله بن مسعود، كانت مدرسة عظيمة بهذا الباب. وابن مسعود الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: فأشاروا إلي فقلت: نعم أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: قلت: سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق، فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. نعم، هنا الآن في هذا الباب أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يسأل عن قراءة عبد الله بن مسعود، أنا أوافقه في القراءة حق، هذه القراءة منسوخة، هذه القراءة حتى لو ثبتت فإنها منسوخة، إجماع على أن القراءة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فهنا أبو الدرداء سأل عن قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له بأنه كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. طبعا هو في قوله في الرواية قال: سمعت أقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، والأصح هو أنه ما أسقط النهار إذا تجلى، ما أسقطها، يعني كان يقول: والليل إذا يغشى والذكر والنهار إذا تجلى والذكر والذكر والأنثى، وهو الأصل أنه ما خلق الذكر والأنثى. عامة في قوله والليل إذا يغشى كما قلنا بأن هذه الذي استقر حتى عند أهل الكوفة، حتى عند أهل الكوفة كانوا يقرؤونها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فإذا لو كانت حتى قراءة وهي معتادة عند ابن مسعود وأبو الدرداء قال لا أخالف عن هذه القراءة، إذا فهي منسوخة، لأن الجميع حتى أهل الشام يقرؤونها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. ولا بد أن نقول الفارق بينهما أو الفارق بين القراءتين، فالأولى والليل، الواو هنا واو والقسم، هو هنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فهو القسم، جميع القسم في كل هذه المتعاطفات كلها على المخلوقات، قسم الله لعرب المخلوقات. والقسم إما أن يكون القسم على قسمين: قسم المخلوق، قسم الخالق، قسم المخلوق لا يقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحمل حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز القسم بغير الله جل في علا ولا تعظيم غير الله جل في علا قسما. وقسم الخالق يقسم الله جل في علا بما شاء من خلقه، لأن الله قال: لا يسأل عما أفعل وهم يسألون. وأيضا بأن قسم الله جل وعلا ببعض خلقه دلالة على عظيم هذا المخلوق، وعظمة المخلوق دالة على
عظمة الخالق ربوبية. فلذلك نرى أن الله تعالى قد أقسم بأمور كلها أو بمخلوقات كلها تدل دلالة واضحة على عظيم خلق الله جل وعلا على ربوبية الله، كأنه لأن الله تعالى قد أقسم بالسماء وبالقمر وبالشمس وغير ذلك. قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. قال الله تعالى جل في علا والعصر إن الإنسان لفي خسر. وأيضا قال الله جل في علا والطور وكتاب مسطور في رق منشور. فأقسم العظيم بكثير من مخلوقاته العظيمة الدالة على عظيم ربوبية الله جل في علا. الفارق بين القراءتين الأولى والليل إذا يغشى والذكر والنهار إذا جلى وما خلق الذكر والأنثى. فهنا القسم الأول بالليل والقسم الثاني بالنهار والقسم الثالث برب العباد، يعني وما عظمت وما شأن الذي خلق الذكر والأنثى. فهذه قسم بالله جل في علا بذات الله المقدس. أما القراءة الأخرى التي هي نزعم أنها منسوخة، بل الأصل أنها منسوخة، أن جميع أهل الكوفة وأهل الشام يقرؤونها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. قالوا والذكر والأنثى، يعني القسم بالذكر والأنثى، كأنه قال وانظروا إلى عظيم خلق الله جل في علا في الذكر والأنثى. أولا عندما تقسيم البويضة الحمل بالبويضة بأنه إذا علم الرجل ما المرأة النس، وإذا على ما الرجل ما المرأة كان ذكرا، وأيضا إذا سبق ما المرأة الرجل كان الشبه بالأخوال، إذا سبق ما الرجل ما المرأة كان الشبه. هذا من عظيم ربوبية الله تعالى. وأيضا في الأجنة كيف يكون جنينا، كيف يكون الطعام، كيف يكون يعني الرعاية أو العناية عندما يكون في بطن أمه سبحان الله. فهذه أيضا دلالة على عظيم خلق الله جل في علا الدالة على عظيم ربوبية الله جل في علا. وقد نقول بأن هذه القراءة قراءة تفسيرية، نقول أن هذه قراءة خاصة بابن مسعود على أنها قراءة تفسيرية، وإن وافقوا عليها أبو الدرداء في هذا المقام سينا من الباب هذا الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله ومن سورة الذاريات. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال عن إسرائيل قال عن أبي إسحاق هو إسرائيل من أثبت الناس في أبو إسحاق جد أبو إسحاق السبيعي وهو واسع العلم لكنه جلس. قال عن عبد الرحمن بن يزيد أيضا التابعين. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو الذي قال له سلم اقرأ القرآن، وأيضا لما مر عليه قال استوقفته قراءته ثم قال سل تجب. قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث بأنه كان يقرأ في سورة الزاريات كان يقرأ إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو يقول أقرأني رسول الله، وهذا ليس متواترا ما لا متواترا، فهذه أيضا إما تنزل الحديث حديث حسن كما بينا قبل ذلك في القراءة الشاذة. ونقول المتواتر من القراءات هو أن الله تعالى قال وإني أن الله تعالى أن الله هو الرزاق المتين ذو القوة المتين. الحق بأن الفارق بين القراءتين الأولى الالتفات، المسألة فيه على الالتفات، هذا الباب المسألة الفارقة هو على الالتفات، ومسألة الالتفات فيها الانتباه وفيها أيضا الأصل في فهم الحضور القلب وكيفية حضور القلب مع عظيم ربوبية الله جل في علا، لا سيما السابق واللاحق يبين لك ذلك قول الله جل في علا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله وما قال إني أنا. يبقى هنا إن الله هنا الالتفات، هنا الالتفات، والالتفات لجذب الانتباه، لجذب الانتباه، وكأنه يقول انتبه أنت ما خلقت للعبادة تريد الرزق، إن الرزق عند الله جل في علا وأن الله لا يقطع عنك رزقك بحال من الأحوال. نعم الفوائد المستنبطة الرجوع إلى العالم أو لمن أتقن علم العالم. أبو الدرداء من علماء الصحابة لكن راجع لمن؟ لطلبة ابن مسعود
ها؟ هذا من النبل. ولذلك ابن عيينة قال يعرف النبيل بأنه يأخذ العلم من من فوقه ومن دونه ومن هو قرين له. نعم. الفائدة الثانية قراءات ابن مسعود التفسيرية لا تعتمد قراءة، والخلاف بين العلماء هل تعتمد حديثا حسنا يعمل به أم لا، وهذا اعتمد النووي وغيره، والمسألة أصوليا فيها اختلاف، لكن هي تساعد جدا وتكون من الأدلة إن لم تكن أدلة مستقلة في فاصل الأحكام في الاستئناس في فاصل الأحكام تغير في الأحكام. إذا صح السند ولم يتواضع لما لا يعتبر الحديث حسن؟ ما أتى بها إلا قرآنا، الخلاف بينهم على هذا، فما أتى بها إلا قرآنا، فالقرآن لابد أن توفر فيه شروط، إلا توفر فيه شروط إذا ليست قرآنا لا تنزل منزلة الحديث أصالة. من الفوائد أيضا بديع القرآن الالتفات وجذب الانتباه، نعم، وهذا دلالة على عظيم أساليب القرآن، نعم، في استرعاء القلب وجذب الانتباه، استرعاء القلب والانتباه، وأيضا فيها ما فيها من تشويق النفس لمعرفة أو العقل عن مراد الله جل في علاه. ثلاثة؟ نعم. خلاص بترية ما دام ها؟ في واحدة هات هو من توفيق الله عز وجل للطالب أن يرزق بالعالم المتمكن. من المتمكن؟ أبو الدرداء نزل متعلما في التابعين لأنه تعلق بالرزق. أعد علينا هذه تجعلك الاسم يتنغم، أريد أن شنفت أذاني صدقني جزيت الجنة. خلاص صبري عشان الفضل يكون له. ما خلاص صبري قال من الفوائد المهمة جدا في هذا الباب هو الرجوع من علامة توفيق الله للفعلاء، من علامة توفيق الله للفعلاء لطالب العلم أن يرزق بعالم متمكن. صراحة هذه مهمة جدا، وهو أيضا تناقش معي بعضهم قال لا ده في الدكتور والدكتور والدكتور والعالم والشيخ والداعي والواعظ، فأنا صراحة يأتي بطلبتهم مع طلبة هذا لا لا أنا تعبت أنا جهلي بيتعبني بيزعجني الجهل بيزعجني، فأشرت قلت روحوا تعلموا اسمعوا اللي هي من 10 سنين، قلت هذا أساس أؤسسه من 10 سنين الكلمة كانت في بدر، وإحنا في دورة 5 أو 6 اللي هي الفرق بين الداعي وبين العام، كل دعاء طيب خلاص دعاء على الرأي والرأس، ونحن لا نبخس الحقوق ولا المكانات، لكن طالب العلم عشان يكون طالب علم متمكن مش هيتمكن إلا أن يتعلم، يعني العالم يخرج عالم والداعي يخرج داعي والواعظ يخرج واعظ، حتى يتمكن طالب العلم ويكون من طالب العلم متمكنين يرزق بعالم متمكن. هنا أشار إلي أخونا الفاضل بأن من توفيق الله للفعلاء أن يطلب للطالب أن يطلب العلم على متمكن، لأنه لأن أبا الدرداء من الصحابة وهو من علماء الصحابة، ومع ذلك نزل متعلما على يد من تعلم على يد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه علقمة وغير علقمة. وهذه فائدة ذهبية، هذه تكتب بماء العين جزية الجنة، نعم بل تكتب بماء الذهب. ما بك؟ وهديك حد. نعم احنا كده الفوائد شفاء في 4. الاخ هشام في فائده عنده يقول من هشام يقول ان من الفوائد ان لا يجوز لمخلوق القسم بما صنع قياسا على الخالق. نعم جزاك الله خير. نعم هذا صحيح، وقد نقول بان من الفوائد في هذا الباب وقال ابن مسعود أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد هذا الباب هو التفريق بين الحرف والقراءة، لأن هذه ممكن تكون على مسائل الأحرف في هذا الباب، يقول مسائل الأحرف حتى لا تغير، لا تقول غفور رحيم تجعله عزيز حكيم او شديد عقاب كما
كما سمع العربي أنه قال السارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله فقال اقرأ عليه مرة ثانية قال والله غفور رحيم قال اقرأ مرة ثانية قال والله عزيز حكيم قال نعم عز فإيش فحكم فخطأ في هذا البلد فهم نعم. إذن لو في أسئلة الفائدة الوترية قد أتت لو في أسئلة تفضل الشيخ صبري على بها جدا أفاقني كنت أجد إعياء شديدا فجاء رزقني الله الإفاقة بما قال ما أخذنا هذه من النبل نعم مش بتحصل هي هذا الأساس دلوقتي في هذا الزمان هذا الأساس في هذا الزمان مع أن نشوف الراهب ماذا قال ماذا قال الغلام أنت تقدم فأنت اليوم أفضل منه هذا الإخلاص والإنصاف عزيز لازم الشيخ يقول للتلميذ أنت تقدم بل يقول أنا بستفيد منك لازم ده هو شوف ده هو ده الإنصاف فيعني يعني أنا رأيت شيخا جليلا نبيلا جدا يعني أنا عن نفسي ما يعني أرى منهم من أنبل الناس الذين رأيتهم يعني كان واقف والتلاميذ كثير جدا يعرفونه لأنه يحبونه جدا وسألوه سؤال وكان طالب علم هو كان يطلب عنده رآه فاحتضنه فقال أنا لا أجيب هذا موجود إن الله فتح عليه في علوم وأشار عليه كان في آخر واقف لا يمكن أن يتوقع أن الكلام ده يسمعه من هذا الشخص النبيل بحال من الأحوال فوقف جاله ذهول وهو بيسمع هذا الكلام مش الإحالة فقط ده الإحالة مع الإطراء في المدى